هل تجرؤي على ذكر الأسباب اللي خلتك تقولي على زوجك الحالي إنه الأكثر رجولة؟ عارف إيه اللي ليه وإيه اللي عليه، عارف يعني إيه راجل وعارف يعني إيه ست، ما بيخلطش الدنيا في بعض، عارف إيه التزاماته كراجل وعارف إيه التزاماتي كست. حاجات بسيطة بتعبر عن الراجل في مواقف صغيرة قوي، في حاجات صغيرة قوي بيبان فيها طارق قدامي، في حاجات صغيرة قوي بس بيبان فيها قد إيه هو راجل، وراجل جدا وراجل محترم. يعني جزء كبير من الرجولة عندك مسؤولية. طبعا طبعا، هو راجل إيه غير مسؤولية؟ راجل إيه غير إن أنت، هل تجرؤي تقولي إن لسه بيجيلك عرسان حتى وإنتي متجوزة؟ لسه بيجيلي عرسان حتى وانا متجوزه. اجرؤ اقول، لان هي دي الحاجه. ما يعرفوش انك متجوزه ولا عندهم طموح؟ في ناس ما تعرفش ان انا متجوزه، وفي ناس عارفه ان انا متجوزه. طب هتطلقي امتى؟ طب يعني في حاجات، في بتردي عليهم تقولي ما بردش إيه؟ اصلا يعني رد، يعني هرد عليه اقول له ايه؟ كومنت هل... بقى على الفيسبوك ومسجات وتليفونات وحاجات كده. لا انا بقول على ناس بشكل شخصي، ناس في مجتمعك، في دايره معارفك، ناس بتتعاملي معاها. يعني بس انا خجوله بطبعي، يعني ما يغركيش القلب ميت وحركات، بس انا بطبعي خجوله. لا بعد كل ده خجوله؟ انا كده مش مصدقاك. لا خجوله لان ممكن حد كده بدانا خداع. لا 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 مش خداع، صدقيني انا خجوله. يعني ممكن حد يقول لي كومبليمون مثلا او مجامله فيها احس فيها انها مش لطيفه. لو مثلا يعني زي ما انت بتقولي مثلا انه معاكسه، هي مش مجامله، هي بتبقى معاكسه، بحس انها بتجرحني. انه انت عارف ان انا متجوزه، بتجرحك ولا بتحرجك؟ الاثنين. انت عارف اني متجوزه، ما تجيش جنب المنطقه دي خالص، فاهم قصدي؟ يعني ما احبش. هل تجرؤي تقولي لنا اسم بطل ترفضي الوقوف امامه؟ لا ما عنديش حد ارفض ان انا اقف قصاده. لا. طب انت في ستات رفضتي غادة عبد الرازق وسمية الخشاب، مفيش ولا راجل ترفضي تمثلي قصاده؟ لا لا، ولا راجل. احنا منطقتين مختلفين خالص، يعني انا هبقى في منطقتي كست، وهو هيبقى في منطقته كراجل. يكون عمل معاكي مثلا موقف مش عاجبك، مفيش. يكون حصل بينكم تجربه فنيه ومرتحتيش، حذف لك مشاهد؟ لا لا، ما حصلش تاني من اي حد. ما حصلش من رجاله؟ لا 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 خالص. بس بيحصل انه ساعات الراجل بيحس انه عايز يبقى في رجاله ممثلين بيبقوا عايزين يحس انهم اهم من الست شويه، فبيحبوا يدلعوا، فبسيبه يدلع. بسيبه يدلع براحته عشان بياخد فوق دماغه بعد كده، لانه بيبان في الشغل. تبيله الحبل يعني لحد ما، لغايه ما بيوقع نفسه. حتى يعني زي مين؟ مش هل تجرؤي انت قلب ميت؟ هل تجرؤي؟ لا ما بحبش اقول اسماء. مش قلب ميت؟ لا ما احبش اجرح حد. هو بيبقى عارف نفسه، لانه احنا عايزين نعرف هو مين، لانه عارفه هو بيحصل ايه. هو بيبقى عايز يحس ان هو النجم، فعيش يا عم النجم في من جيلك؟ لا اكبر شويه. فعيش يا عم النجم في النجوميه الوهميه اللي انت عايش فيها. النجوميه حاجات كتير قوي. النجوميه مش اجي متاخره وما اعتذرش وما التزمش بمواعيدي وما بقاش مسؤوله، والنجوميه مش انا اتنك على بشر، والنجوميه مش انا اخلي الناس تفضل قاعده في قدام الكاميرات وانا قاعد في اوضتي بعمل مكالمات. في حاجات كده عيب، بس ده السائد في مصر. عيب مش بالذات في وسط الفن، مش صح. الناس دي اول ناس بتقع، والنجم اللي شايف نفسه نجم ده بيبقى مركز في التفاهه ويجي في شغله يقع. فخليك يا عم نجم ركز في التفاهة زي ما انت عايز، انت اللي بتقع.